لنكمل. أصل الكلمات العمود ألف بالعمود باء. محطة، محطة شني؟ محطة للقطارات. مأوى، مأوى للحيوانات. مطار للطائرات. مرأفا، مرأفا للسفن. مرآب، مرآب للسيارات. وهكذا أخذنا أيضا من قواعد النحوية المفرد والمثنى والجمع. المفرد هو ما وهو ما دل على شيء واحد أو عدد واحد، أما المثنى ما دل على شيئان، تفاحتان، حقيبتان، عصفوران. أما الجمع فهو ما دل على ثلاثة أو أكثر، تفاح، حقائب، عصافير. حقيبة مثنى متاعها حقيبتان، جمعها حقائب. نجوهن طلعوا من الفقرة هذه المفرد والمثنى والجمع. كرة مفرد. ثلاثة لاعبين جمع، لاعبين جمع. لاعبان مثنى. لاعبو أيضا جمع. لاعبات جمع. لاعبتان مثنى، نتكلم على اثنين. متجاورتان مثنى. لاعبة مفرد. حكام جمع. معلقين، معلقين مثنى. صافرة